اوكي، بحالكم الخوت؟ ما عرفش واش التسجيل غيكون احسن، من غير كنجاوب دوك الناس اللي تيقولوا لي بان الكيت راه ما غاديش يدير الكيت، ما توريناش حنا دروس في الالكترونيك. كنتمنى بانك تكون على حق وانا اللي غلط. انا غنحيد واحد الودن، كيبقى عندي اتصال بالعالم الخارجي والداخلي. الداخلي هو اللي كنهضر فيه، والخارجي هو اللي ما يحوم حولي. الخوت الأحرار ولاو فيهم أبعار. كاين البعر، الناس اللي كتبغي تجاحدك، واللي كتبغي كيقلب يدابز معاك على والو. انا ما كان دابز مع حتى انسان، وكنظن بان كل الاحرار شرفاء عندهم غايه واحده، ان الارض ديالو تكون حره، يعيش بكرامه، يعيش كريم. الا كنتي تعيش في كرامه كريم، راه ديك اللعبه هو داك الانسان اللي كيعطي وكي. لا، أنا كريم كنقصد تعيش بكرامة، والكرماء ماشي دوك من الناس اللي كيدوروا مع ناس أخرين. أنت إنسان كريم، أنا كنقول لك أنت ذو كرامة، هذا هو الإنسان الكريم. نحيد واحد ميساج جاني في جهة أخرى. انا كان كالعاده كنحيي الناس، ودرنا مؤخرا درنا واحد سجيل للغرفه ديال بالتولك، وكان تلقائي بدون استعدادات وبدون دوك الاوراق والاستديوهات والاداب ولا هضرنا كما كان كيهضر اي انسان غاضب، اي انسان حاقد، اي انسان مضرور. دوك الناس اللي ما مضرورينش راه هما اللي كيهضروا بالاداب والصواب، ودخلت عليكم بالله وانا قلت لكم وقلت ليا باش نتفاهم. لان لا يعقل انك تكون شوف اي انسان قرا فرنساويه، قرا المانيه، قرا سبلوني، قرا لونجلي، قرا منين كتعاير باللغة اللي تربيتي بها، ما كتبقاش اللي قريتيها. واش كاين شي واحد قرا الألمانية تيقولك اللين عند دين ربك؟ انا ما كايناش كاع. انا ملي كنكعت مع الألمان كنقول الله ينعم دين ربكم، والله ينعم دين ربكم الامريكان ودين الصبليون ودين الخرا. لا، باش نكون واقعيين بأن الوطن شيء كيسكن في الإنسان، ماشي انت اللي كتسكن في الوطن. حيت غالطين الناس كيتصحابوهم هما كيسكنوا في الوطن، راه خص ديجا الوطن يكون ساكن فيك. إلا ما سكنش فيك الوطن فأنت لا تستحق أن تسكن فيه. إذا حب لواحد الأرض باش تقبل ديك الأرض وتكون فوق منها. درنا محاولات، كاين اللي صدقات وكاين اللي باءت بالفشل. وانا ما يؤلمني ان الناس اللي كنعتقدهم الحكماء في الفيديوهات، كاين الناس حكماء اللي كتوزنوا كتعرف بان واحد الانسان اوكي ما كيمشي في واحد الطريق، وراه الا شافني حتى انا غلط غينبهني. ولا للأسف ولا التعليقات في الفيسبوك، ولا أنا لدوك الناس أنا كنقول لكم مرة أخرى، أنا لا أعاديكم، أنا أخوكم إلا قبلتوا عليا بطبيعة الحال. لست ملكي ولا هشامي ولا جمهوري، ولا أنا إنسان عندي جوج المعتقد، جوج الطواعية والولاء.
للأرض والحرية. إلا ما كانتش حرية وكنت في واحد الأرض ما فيهاش حرية، ديك الأرض ماشي ديالي. أنا أطيع وأدافع على واحد الأرض ديالي إلا كنت فيها أنا حر. دافع أنت على الجابون ودافع على لا، أنا كندافع على واحد الأرض اللي ديالي. إلا أنا ما غندافعش معاك محمد السادس وتجندني في الجيش الاحتياطي ديالك انت، دين باباك الكلب، يا باباك يا باباك يا الكلب يا الخنفوس. اشنو اش بقى عندكم ما يتكل؟ درتو غرف، درتو فيديوهات، درتو البالتوك، درتو الفيسبوك، درتو، وفين وصلتوا؟ ما عقتوش بان الى اتحدنا حنا نقدروا نزيدوا شويه، غير شويه لقدام على الاقل شويه، وغنولي انا ندير بالطوك باش نضرب مع هذاك وهذاك يضرب معايا. انا كنحترم كل الغرف، اصحاب الغرف كنحترمهم، اصحاب الفيديوهات كنحترمهم، شي وحدين ما كنحترمهمش. الملكيين كما بغيتي دير لها انت، الا كنتي ملكي انا لا احترمك، لانك تعود بي للعهود الغابره. ما بقى لك غير تصفق تقولي المنجزات والفرق بين الحسن الثاني والسادس والسابع القلوش اللي جاي كوتا، ما ديروا الفرق بيناتهم. هتقولوا لي يا السادس راه كبر شوية، معقدنا باه، ولكن هذا حيت يا داك اللي على بالكم، وهذا وهذاك راه يطلع يخر على ربكم، هذاك حيت باه فيه داك الشيء، وديك العقدة غتكبر معاه، هو غيدير لكم داك الشيء اللي ما دار لكمش الآخر. فأنتم أمراض، شعب مريض، صدقوني. حتى الناس، بعض الناس ماشي كلهم، اللي كتنتظر دابا كتنتظر الخطاب، قال لك غيدير الخطاب وغيعاقب، غيعاقب السارقين والسارقات. الاخر هذا اش تعاود هذه نكته تعود للجدامه، كنت على قيد الحياه ضحك عليك يا الخرا، غيدير لك خطاب ويقول لك غيعاقب يا اختي. انا بغيت نعاقبك يا الخرا، انت ماشي الاخرين، انا بغيت نبدا بيك. والاحرار راه بغاوك انت، دين ما كتحاسبوا، ما كتبقى تدوخني عاوتاني قبل من الدخول المدرسي، الدخول المدرسي نهاية شعبان ورمضان والحج والطواف، حنا غنطوفوا على امك دين باباك الكلب يا المنافق. الشعب المغربي، الشعب المغربي الحمار، ماشي حمار لانك حمار، حمروك، ولكن انت تخضر الى حمرك، وما انت تخضر شوية، عندك فيسبوك، عندك واش انت عندك على القناة الثانية صاحب الجلالة يخاطبكم، ما عندك شي حاجة اخرى؟ سمع الناس اخرين اش كيقولوا وتقول هو هو اش فين غادي انا، وتلقى راسك ماشي كتبنا عليك كده، قلنا لك حمار. انا ما كلمش الناس اللي ما عندهاش، واللي هذيك هي الحلقة الضائعة، الحلقة الضائعة باش تكمل السلسلة، باش نجيفو دين أمك الدولة العلوية والأتباع ديالك. شو لا إلي قداش دين أمك، انت واحد ما خدعت، انت واحد ما وغال حشاشية والمطلقات والسراحات والقحاب، القحاب القحاب والزوامل الدولين على الدين الرب ديالكم انتم يا المغاربه. واش هادي؟ واش هادي لكم القصور؟ واش هادي البحور؟ واش هادي الانهار؟ واش هادي الدب؟ واش هادي وانتم واحد ناشر موسطاش ديالو يلقص في قولي وعرفتيني اللي قرب لي انا قتل على الدين امك مقتول،
ما نطولش عليكم، ما في ما نفرقع راسي. هاد الليلة بغيت ننعس، هاد الليلة ننعس مرتاح. مرة أخرى أكرر، الناس اللي كتناضل بالوجوه ديالها والأسماء ديالها، هذه مسألة أنا لا أناقشها، ولكن راه دخلوا عاوتاني وجوه وأسماء الشيفورات والكاميوات والأطباء والمهندسين لولاد الكلاب. ولكن الشاب كيعرف يختار، الشاب كيعرف يختار، تيعرف شكون كيقول الحق وشكون كيقول. كنقول لك الخرانة، كنقول لا حق، الحق لا حق، لا حقتين، خذ الحقوق انت كاع، باش من حق عندك انت الخرا باش نهضر معاك في الحق. انا غير تنقول لك، تنعاود لك الخرافة، الخريفة ولا خزعبيلة، خد انت اللي بغيتي. انا ما نطولش مع الرب ديال الرب بينا ديالكم، عندكم حيت شي وحدين فيكم، ماشي الكل، شي وحدين دوك العياش. انا دخل معايا قبيله واحد قال لك وتسناو صاحب الجلاله وهو يخطب عليكم، يخطب امك يا ولد الكلبه. انا ما كنتسناش، وانا تنقول لكم غير خرا عليكم. انا ما عارفش واش خطب ولا ما كنتبعش انا داك شنو هذاك، شنو هذا اللي خطب علي؟ اش كتسناه يخطب عليك؟ شكون اللي كتسناه؟ واحد الحزاق بلا ما نخسروا الهضره، شعبي العزيز انا غنحاسب، سيبنا على الدين بوك، احنا بغينا نتحاسبوا معاك، انت معاك انت يا الكلب، بين الدين امك الكلب المسعور. انا ماشي صحابني هادوك، احنا جايبينهم في القفة، هادوك في القفة، احنا تابعين امك انت يا الكلب، مع الدين ابوك وامك وابناء جلد بوك. فما نطولوش الهضرة، انا كانت عندي مشاكل اخرى باقي نضرب معاهم. تحية لكل الأحرار، ضموا الصفوف ديالكم مرة أخرى، ضموا الصفوف وخلينا التخربيق هذا. اللي غلط في حقه يسامحني، واللي غلط في حقي أنا مسامحه كما بغى يكون، إلا الملكيين اللي ملكي ما يقدم لي اعتذار وما نعتذرش أنا منه. يمشي لارواز، كتعرفوا لارواز، الناس المتحررين، ما نقول لا جمهوري ولا العقل، اللي بغى حرية. أنا خويا هذاك وأنا خوه، وعيب علينا نضربه ونتعيبه ونحن أحرار. إذا كنوليو عبيد ولا كنخدمو مصلحة العبيد، واخا كتعتقد بيننا، ولكن كدابز معايا وكندابز معاك، والآخر كيدابز معانا وحنا كندابزو، كنوليو كنخدمو مصلحة العبيد. إذا كانت كتعرفوا بطبيعة الحال، حيت الأحرار كيعرفوا هذه القضية. فمعذرة الناس اللي تقلقات، وخليونا من هذا عاوتاني، غندخلوا حنا نساليو من البرقوق والصينية وندخلوا الليدية وندخلوا التخربقة، كنضيعوا وقت أخوتي وما بغيناش. إلا ضيع معايا وقت، الوطن يضيع، الوطن ديالنا كيضيع. خليه الوطن، خليه الوطن ينتعش، والوطن الله تنفسه ورجع فينا حنا كاملين الخير. ما نخيبوش الامل ديالو. الا كانوا ناس بهايم وحواله ما كنلومهمش حنا، حيت عارفين شكون اللي يردهم حواله. فخليهم على الاقل يكون عندهم واحد الثقه في واحد الناس راه كينوبوا عليهم وكيهضروا عليهم. تحياتي لكل الحزاقين والحزاقات، تحيت سامحوني وكنضحكوا شويه، ما نضحكوش، نبقوا حنا نهضروا معقول. وعاش الملكه، مالك انت كاع الا تقلقتي قول عاش الملك. جيبولين ما عمرني قتلت انا شي حيوان، ولكن هذاك حيوان قتلو، هذاك نعيد لدين مراس غير بيديا، يا بيدي الولدين مو عندكم، لأنه قتل الأبرياء
ما في ما نهضر على راكم كتشوفوا في اليوتيوب، كتشوفوا شنو واقع في ديك الارض، وديك الارض اش واقع فيها؟ باش نوش كتسناو مازال، واش نو كتسناو يا الابطال؟ اش كتسناو هذا؟ كتشوفوا داك الشيء وكتضربوا بعضياتكم، انتم عاد باقي عندكم الوقت تضربوا بعضياتكم. تحياتي لكم كاملين، انا اطلب انا المغفرة منكم والمسامحة والمصالحة من كاع الناس اللي عندها نفس الطريق اللي معايا، وكنقصي الناس اللي عندها تفكير اخر، يكون اسلامي يكون علوي يكون قلاوي ضراوي هشامي وخرزاوي، ما عاودوا لمخكم. انا مش كنتسنى نحاسب البرلا، انا بغي نحاسب راس الحربة والعائلة نيابة والأتباع. سيروا معنا في الطريق، راه غنوصل مابقاش بزاف. ولا كيقزقز الخرا، هذاك الخرا ولا كيقزقز، ولا الملكية الوطنية هو غدا يدير لك، ولا اليوم ولا ما عرفش، ولا البارح دار ولا ما عرفش. واش غيقول لكم شعبي العزيز تألمت وأنا سأحاسب يا عاد عاد وصلت ليه بأنكم تسرقتوه؟ سيرنا على الدين الرب ديال الربابينة ديال الكبابينة ديال جد بوك الكلب. أيوة الحقير، أيوة اللص، أنت لص، دولة اللصوص وأنت زعيمها. علي بابا علي الكلب، يعني بوك الكلب. تحياتي، أساس ما شكرا.